الأمام مرت من القطبين، بينما كرة خطيرة، فرصة وهدف، ضربة جزاء، ماذا يقول؟ انطلاقة وجول، جول لدياغو فورلان، جول لدياغو فورلان. تتولع معركة الديربي في ليلة يصر عليها الأتلتي أن تنهي آلام الماضي، أحزان الماضي، أمام من؟ أمام مورينو في ملعبه، أمام مورينو الذي لا يخسر مباريات الأتوم. نعم، انطلاقة صاروخية لديربي كل صواريخ. 1-0 لفريق أتلتيكو بعدما توفرت الإمكانية لرونالدو. شوف الباس، هل فيها تسلل أو لا؟ الخروج على الفيل، على الخط في آخر لحظة من لحظات التمرير، ينطلق يراوغ، فيها إعاقة، الحكم يعطي أدفانتج، وفي الأفضلية فرحة لأتلتيكو. شوف أنطونيو ريس اللي حكيت عليه، شوف أجويرو اللي تكلمت عليه، شوف فورلان اللي يفتح باب التسجيل. إذا تتغير معطيات الديربي، أتلتيكو في فتح لأبواب المباراة، لفتح أبواب التسجيلات للمدونات الجديدة لتدون النتيجة من الآن. 1-0 البلانكو. رونالدو، ننتظر ديربي هور او من الهجوم المدريدي للريال، لانه اليوم الاثنين من مدريد. نمشي بالراس والتعادل. الله يا سيرجيو يا راموس، الله يا سيرجيو يا راموس. ليلة للانطلاق للمتعة، ليلة لنسرح في الخيال، ليلة كأنك تشاهد روعة الأفلام، ليلة فيها أوسكار، وليلة فيها جوائز السيزار، وليلة هنا في كان، وليلة سبيشل وان. الله يلمو، لا يخسر أمام عشاقه، لا ينتحر أمام العشاق، لا يكذب أنصاره، ولا يبكي محبيه. الله يا سبيشل يا وان، الله على الوان وان. التعادل بكورة ثابتة من ركنية ثبت بيت الملوك، براسية من سيرجيو، بكورة من لقب اسمه راموس، يطلع فوق الجميع، يستأنس بالكتف وباليد على مدافع أتلتي، ولكن الكورة أجوال في الأخير، هزت الشبكة وهزت الشباك واحتسب الثاني ليهم. الآن ليهم وممكن يكون عليهم 50-50 الإمكان والمجال. يسعى الجميع يا أوزيل، أوزيل حط كورة، والثاني للريال، الثاني لمدريد، الثاني من كبير مدريد، الثاني من أسقف مدريد، من أباطرة مدريد، من ملوك مدريد. الهدف الخامس في الكوبا ديل ري لكريستيانو في دار الأوبرا، عزفت أوبرا عايدة، وبالبيت الأبيض عزف رونالدو سمفونية الملوك. هدفي لهدف للريال مدريد. كرة ما دخلتش من هنا، كرة دخلت من هنا، عرضية أوزيل جابت الثاني من الدون، كورة أجويرو ما جابتش التالي لفريق أتلتي، مع قائم لفلان. الكورة كي تحب، الكورة غدارة يا دخية، الكورة تختار يا دخية، الكورة لها إحساس يا دخية، الكورة تعشق وتحب كما بني آدم يا دخية، وهي عاشقة الريال من 99. على ظلم الكورة يا أتلتي، على قيمة اللمسة يا أوزيل. الهدف الثاني، شوفوا أوزيل ايش يعمل، شوفوا أوزيل باس، شوف الكورة عن طريق رونالدو. دي ماريا، دي ماريا المسعود، أوزيل، أوزيل باس خطير، رونالدو، رونالدو، أوزيل، تضيع كورة، أوزيل، والهدف الثالث، هدف المرنجي في التسعين، في التسعين يا تركي يا ألماني، الهدف الثالث لابن النصر المانشاف. الريال مدريد كما قلت 80% 2-1، 15% 3-1، 5% فقط من الضعف قوة يا أتلتي، ولم تأتي القوة يا أتلتيكو. الهدف الثالث أوزيل، الإمبراطور أتاتورك الأتراك، مرة من هنا استغل واستثمر فرصة وسجل الهدف القاتل في التسعين يا ريال. تيجة ممتازة، تيجة كبيرة، تعطيك فرصة على الفورمة اللي فيها فريق الريال مدريد. 1-0 ينهي المباراة 3-1 مع الأتلتيكو، ليس في إمكان أي إمكان. شوف رونالدو مرة أخرى، وشوف الكرة كي تحب، دربكة أولى مع ارتباك ثاني، وأوزيل ما يسمحش، ألماني ما يرحمش، تركي عنده إصرار، تركي عنده نخوة، ويمر لهدف النخوة، وهدف الانتشاء، وهدف الافتخار، وهدف الفخر الريالي بثالث الأهداف. ديربي جديد، أون